السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين فيديو جديد وحاجة. طبعا النهاردة عندنا في الدنيا مهنة لاعب فيفا، بداية لاعب شاف الملاعب الأوروبية مع فريق ارسنال. طبعا كنت عامل لعب ومصور فيديو عامل، يعني اكتشفت ان هو اللعبة بتعلق، الصوت مش واضح، وكمان عندك كمان اسمه ده كان في تاني، كنتش فاتح صوت اللعبة، فده كان عاوز مني. فدلوقتي انا مظبط كل حاجة ويلا بينا على طول اوريك انا وصلت لحد فين. اول حاجة عندنا النهائي بطولة الودية ضد لايبزيج، طبعا بقى طبعا الجنسية فرنسي عشان بس نشارك بقى مع اليورو بقى والحاجات الجميلة دي. وعندنا لعبنا مع يوفنتوس وبالميراس ونيويورك سيتي، وطبعا ماتش الانتر ده ما لعبتوش اصلا. كل دول زي ما نقول تسخين للشهر الجاي. عندك برنتفورد عادي، عندك تشيلسي والسيتي، يعني يا نهار ابيض، يعني احنا هنقف لحد السيتي النهارده، هنقف نلعب لحد السيتي، يبقى الدنيا جميله. يلا بينا نبدا هذه المباراه. بيو يلا يلا. مش حد جوه علشان اوبا. ها معرفش الوهلة حسيتها كده، اللي هو دي خلاص رايحة على المقص. تعمل ايه؟ دي جي نيرو بص في قد ايه. بص 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 بص، هدف عكسي، هدف عكسي يا فرج الله، هدف عكسي. ما ينفعش ننهي الدوري على كده بتاع كل سنه بتاع الارسنال. من سالته فيكو طلب انتقال. ثانية انا عايز يكون مشاكل بقول لك كده ستة فيكو. استنى نفكر فيها. استنى وريني ستة فيكو يا اخبار. اليوروبا ليج فيها ستة فيكو او حاجة؟ اكيد طبعا دي ستة فيكو. بص عايزك بس توريني الدوريات الاخرى. اختيار المنافسة اسبانيا سلتا فيجو. والله تبقى حلو ان احنا نروح الدوري الاسباني، بس هل يعني بصوا احنا نفكر فيها نشوف يعني انزمهم كده. والعرض ده يفضل موجود لغاية قد ايه بس عشان ما ضيعوش زي العبيط. ارجع اتاكدين كنت 7800. انا باخد كام مع النادي ده يا ابني؟ وريني العادي بياخد كام، وريني كده. ماشي انا باخد كام مع النادي ابن اللذين؟ انا مش مكبل لي تواصل مع سلتا فيجو. انا دوري تدوير اصلا. ده عندهم كوريا يا باشا، دول لسه انا لسه خبال انهم لسه جايبين كوريا. شكله بيقول لي بيطردوني عشان ما مرحي الطرده. والله انا هتمرن بستة مليون. والله ممكن نفكر فيها دي. سلط عليه في هذه الاثناء رغم اخبار قرب رحيله من الفريق، لكن سيخوض هذه المباراه بشكل اساسي. لا تذهبوا بعيدا، نحن على بعد دقائق من انطلاقه هذه المباراه الممتازه. انا كريستيانو ريكسن. سلتا فيجو هتدفعوا فيا كام بقى؟ بس عشان ابقى فاكر هتدفعوا فيا كام بس. يا سلام. لا يا عم يلا يا اخي اخيرا. بص بتقولي القصير ده بشكل رائع
مش هينفع مش هينفع نكمل مع الفريق ده. هو العرض راح اصلا، العرض ده هيفضل موجود لغاية قد ايه بس عشان ما ضيعوش زي العبيط؟ بص يلا بص يلا بص يلا بص خلاص كده انا بقيت مشهور خلاص مشهور الشهرة مش عارف عايزة مني ايه. يلا بينا الكرة تصل للوكاكو، مصدرت الفرصة خطيرة بعد تدخل حارس المرمى. عودة مع حضراتكم في الشوط الثاني والتعادل قائم هنا بين الفريقين. أوديغارد، الفريق يواصل احتفاظ بالكرة. مباراة كبيرة من الحراس، بدأ يتأك درامز ديل بالمستوى المطلوب. وهذه هي صافرة نهاية المباراة مشاهدينا. وليش جو؟ طبعا عندنا المنتخب الفرنسي ما استدعونيش، شكرا طبعا للمنتخب الفرنسي نحب نشكرهم. ويلا بينا نبدا اخر ماتش معانا الفيديو النهارده ضد المانشستر. يا الله استنى بقى الدخله دي هي اللي رايقه على ملعب الاتحاد. شكل من برا حكاية يا سلام. سدد تحقيق معدل. يلا بينا يلا. اوه حلو الجميع يريد ان يشاهد الاضافة اللي ممكن يقدمها للنادي. الاندماج السريع مع المجموعة مفتاح تألق. يلا يلا يلا. من المهم بان يحاول من اليوم ان يظهر تناغم بينه وبين بقية لاعبين. مستحيل يا رايق يا رايق جدا يا راي يا راي. اديني الجون تاني كده، اديني الجون تاني كده. يا سلام على الرزعة، يا سلام يا سلام. هنافس على هداف الموسم ده ماليش فيه الا لو انت قلت بقى. لا لو كانت جت انا جاي. شكرا عندي القعدة الجسم بقى، لكن قصدي ان هو يشوف كده بخارج القدم كده. يلا يلا كوري جول. يلا بداية التألق، بداية التألق أمام السيتي. يا سلام بس البس انفرادة والله لو ضيعها بقى عبيط. للحظة حصلها الضيقة الحمد لله. 10 مصدي الله. اتفاول في استغلال الفرصة، الحكم يقرر احتساب الخطأ. طب لي يا غالي يا غالي. يا رب يا ابني الواد ده جامد في الارتو وربنا انك جامد يا شكل ده هنلج بالسيتي. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. وريه تاني كده، وريه تاني كده. يا 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 الله. بص 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 يا سلام. الشوط الاول ينتهي بثلاثة اهداف مقابل هدف. الفريق عايش عايش جامدين.
وربنا كما اهتم. واضح المدرب راح يجري التغيير في هذا التوقيت. انني حبيبي حبيبي انني حبيبي اخويا 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 وحبيبي. عودة كرة ما كانت صعبة. نعم يعني كبار بوليس هفوة هنا في لعب الكرة قد تشكل خطورة. جون تمريرة للخلف من عرضية. اوفسايد اوفسايد اوفسايد. لتعلن عن الغاء الحمد لله الحمد لله. على العلوم على العلوم على العلوم احنا كده كده اوريدي كسبانين. قادم اللحظات ممكن نشاهد كثير من جانب المدرب. حلو حلو هي السوبر هاتريك السوبر هاتريك السوبر هاتريك السوبر هاتريك السوبر هاتريك قادمة قادمة يا جماعة. الاعتراف في الوقت المناسب يمنع الخطورة. تنتهي المباراة الان وارسنال مباراة جميلة طبعا محتاجين رجل مباراة. يا سلام حبيب 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 عايزين نشوف بقى كده مفيش اي حاجة كده لاخوك كده تقول لي ان في عرض جاي لك من ريال مدريد مش من اول حلقة. نشوف مين الهداف يا اخوي يا اخوي مين الهداف ابي اشوف اني هداف يا هداف الدوري هداف الدوري استلم في ماتش واحد بقيت هداف الدوري. يا ابني بطل جمادان بقى يا ابني يا ابني بطل جمادان مش عارف بطل جمادان كان او ميلان لين لينس دي مشاركة مثلا في الدوري الاوروبي او يعني مشاركة مثلا في الدوري الاوروبي او دوري ابطال اوروبا وريه كده للتشامبيونز ليج. لينس 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 ليل نو طب ممكن كده تكون مشاركة في الدوري الأوروبي. وريني ده الدوري الأوروبي. لينز 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 أولمبيك ليو مشاركة. احنا مشاركين فيه أصلا ده أرسنال مش مشاركة في أي حاجة. اعذرني يا غالي أقرر رفض عرضك. وريني كده العرض ده اظن رفض ورسميا انتهى سوق الانتقالات. في 21 كان بيظهر لي هنا ان في علامة رسائل انتهى اليوم. مال الصرف 70 مليون. وقفني يا ابني بقى عند المباراة الجاية كده. طب يا شباب كل سنة يا دي فيديو اهم اهم فيديو متنساش باللايك والاشتراك عشان الكأس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.